باسم حركة معاقي مصر وباسم لجان المعاقين في أحزاب التجمع والوفد والمصر الاجتماعي وحزب مصر الحديثة وحزب المصريين الأحرار، نتقدم بالشكر للأستاذ سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وللأستاذة أمينة النقاش نائب رئيس الحزب، وللأستاذ مجدي شربية الأمين العام لموافقتهم لعقد الاجتماع حركة معاقي مصر في مقر حزب التجمع. وبتقدم بالشكر لكافة المنابر الإعلامية لتشريفكم وتلبيتكم دعواتنا الكريمة ووجودكم، والإعلام هو أساس الحياة في مصر. وبتقدم بالشكر للأستاذة الفاضلة المستشارة ميرفت عبيد أم مصاب الثورة، وهي التي دائما يطلق عليها الناشطة الإنسانية لأنها ترفض لقب ناشطة سياسية. وبنشكر الدكتور هاني البنا راعي المؤتمر وهو الناشط الحقوقي السكندري. ولذلك تتقدم الأستاذة ميرفت عبيد المستشارة وأمين سر لجنة حقوق الإنسان السابق مجلس الشورى لتلقي كلماتها. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته جميعا. أولا بشكر الدكتور طاهر على تقديمه، وبشكر الأستاذ هاني على هذا المؤتمر. صوت؟ على صوتك أنت. عالي صوت هنا؟ برضه مش عالي صوتك يا فندم. عالي طيب. لا؟ طيب ماشي. عادي عادي مش مشكلة عندي على فكرة. مش مشكلة عندي إن أنا أقرأ. عادي ان انا اقف يا جماعة، مفيش مشكلة. عشان تصوير كده كويس؟ كده كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. شكري الجزيل للجميع، الدكتور طاهر والأستاذ هاني لعرض هذا الاجتماع أو المؤتمر المصغر لتوصيل الأمانة، أمانة المعاقين والأقزام، مش المعاقين بس. يعني أنا بعتبر دلوقتي، أنا الأول أنا بعرفكم بنفسي، ميرفت عبيد، كنت نائبة الشورى في المجلس السابق وأمين سر لجنة حقوق الإنسان، وكان الملف الأهم عندي هو ملف ذوي الاحتياجات الخاصة وملف العشوائيات وملف مصابي الثورة والملفات اللي هي تهم المواطن أو قطاع كتير كبير جدا من المواطنين. الآن احنا بصدد ان احنا نتكلم عن المعاقين وفي البرلمان والمعاقين وشكواهم بصفة عامة، ووجودهم في البرلمان القادم بصفة خاصة، وبالنسبة وكمان بنناقش مشكلة الأقزام إن إحنا لابد نضعهم في يعني تحت رئاسة المجلس القومي للتحدي الإعاقة. فبالنسبة نبتدي الأول نقول عن البرلمان والانتخابات، وإن يكون في البرلمان ذوي الاحتياجات الخاصة ممثلين بصفة كبيرة. أنا عرفت إن في القوائم هيبقى لازم يكون فيها معاقين، ده اللي أنا عرفته، إن لازم يكون في يمثلوا ذوي ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلوا في البرلمان عن طريق القوائم. وأنا دلوقتي في حزب مصر الحديثة احنا اهتمينا بالموضوع ده برضو، وطالبنا ان يكون ذوي الاحتياجات الخاصة ممثلة في البرلمان. اللي انا عرفته ان هو في القوائم، ولكن هل ذوي الاعاقة ممكن يتحدوا الاعاقة ويبقوا فردي، ينزلوا فردي؟ في اساسا في الاحزاب عندها
قوائم وعندها فرج، فبنطالب الأحزاب كلها أن يمثلوا في القوائم بصورة يعني بصفة خاصة يمثلوا في القوائم، لأن دي هتبقى مش عبء كبير عليهم، هيتحركوا كلهم مع القايمة فهتبقى مش عبء كبير. لكن لو في أحد منكم أو من أي حد معاق حاسس أنه عنده القدرة على تحدي الإعاقة وأنه ينزل وعنده برنامج للبرلمان القادم، فإحنا على استعداد، وبطالب كل الأحزاب أنهم يدعموه حتى لو نزل بصفة فردية. ده بالنسبة للبرلمان. لكن بالنسبة للمعاقين جميعا، أنا يعني مثلا عندنا نموذج لأحد المعاقين وهو موجود معانا، الأستاذ أحمد عبد مراد، يعني بقاله أكثر من 50 يوم مضرب عن الطعام في نقابة الصحفيين، لأنه تعرض لنوع من الظلم بأنه فصل من عمله في الأهرام، ومن حوالي 3-4 أيام أنا على متابعة معاه عن طريق الفيس وعن طريق التليفون، قال لي أنا دلوقتي على سلم النقابة الصحفيين، وقد تعرض قبل كده للسحل والضرب في النقابة. دي مهزلة، يعني إذا كان هو صاحب إعاقة ويعرض للسحل والضرب وبعدين هو محترض وبيعبر عن اعتراضه بأنه هو مضرب عن الطعام وموجود ومعتصم في نقابة الصحفيين، فين نقيب الصحفيين؟ أين هو نقيب الصحفيين؟ طلبنا السيد الدكتور السيد أحمد النجار، أنا شخصياً طلبته وقلت له على الموضوع أحمد، فرد علي قال إن أحمد قال إنه بعت لي رسالة مش كويسة، فأنا عشان كده مش هرد عليه أو يعني مش هعمل حاجة. أنا سألت أحمد قال لي لا أنا ما عملتش كده. فأنا من خلال هذا البرنامج بطالب الدكتور السيد أحمد النجار المحترم إن هو يعمل مقابلة، لأن ده يعني ده مواطن مصري حتى لو بدون إعاقة أو مش إعاقة، مش هي دي المشكلة، هو مواطن مصري عايز ياخد حقه، ولو ملوش حق يبقى إحنا عاملين يعني هو عمل اللي عليه الدكتور سيد أحمد النجار، لكن ما يقابلوش ويسيبه 50 يوم في نقابة الصحفيين. طب فين رئيس المجلس القومي لمتحدي الإعاقة؟ أين هو؟ أين هو من هنا؟ هو هذا معاق، أمال هو إحنا بنهتم بمين؟ ما بنهتم المجلس القومي للإعاقة، ما إحنا عملناه علشان هم متحدي الإعاقة دول. واحد مظلوم زي ده لازم يقف جنبه نقابة الصحفيين، ويقف جنبه المجلس القومي لتحدي الإعاقة. أين هم؟ رسالة بوجهها لنقيب الصحفيين وللدكتور السيد أحمد النجار، وبوجهها لرئيس مجلس القومي للإعاقة، أرجوكم تولوا المعاقين بالرحمة والإنسانية. أنا بقول إن المعاقين، وحتى مش بقدر أقولها، إذا كان هناك معاق فقد بصره فلم يفقد البصيرة، نحن المعاقين. لو واحد فقد يده ها، ولكنه لم يفقد القدرة على الكلام، والذي فقد القدرة على الكلام لم يفقد القدرة على التركيز وعلى الكتابة. نحن المعاقين، ولكن أنتم نبراساً لنا. فأنا بطالب كل فئات المجتمع، وبطالب الرئاسة نفسها، بطالب الاتحادية، المجلس الرئاسي ورئيس الجمهورية أن يتولى المعاقين، وبطالب من خلال هذا المؤتمر أن يضاف الأقزام لقائمة المعاقين في مصر، لأنهم نسبة كبيرة جداً وبيعانوا في المواصلات، ما فيش أي مواصلات متاحة ليهم، فليه ما نحطهمش تحت نسبة المعاقين؟ ومن هنا برضو معلش أنا مش عايزة أطول عليكم، ولكن أنا بطالب وزارة الصحة والسيد وزير الصحة إن في هناك، أنا عرفت إن في أحد الأقزام عنده عيب خلقي في العمود الفقري ومحتاج عملية، ولكن القيمة بتاعة العملية لا يعني في المجلس وزارة الصحة، وزارة الصحة أساسا مدية حد أقصى للعمليات أو يعني فأنا بقول بطالب وزارة وزير الصحة وبطالب المؤسسات المسؤولة في الدولة
أن ترفع الحد الأقصى للعمليات أو للتأمين الصحي، لأن أنا بشوف وإحنا كلنا شايفين يا جماعة لما حد من الممثلين أو حد من الكبار بيحصل له أي حاجة بنبعته بره بيتعالج على نفقة الحكومة، هو أساساً مش محتاج، فمحال هو معاق وهو محتاج، وبعدين بنعمل حد أقصى للتأمين الصحي. أنا بطالب إن رفع الحد الأقصى للتأمين الصحي وخاصة للفئات المعاقة والفئات المطحونة. أنا طب أنا أعمل إيه لما تبقى عملية مكلفة 50,000 جنيه وتديني 12,000 جنيه؟ أعمل إيه؟ أشحت ولا أسرق ولا أعمل إيه؟ لابد أن الدولة تبص بعين الرعاية. أين رجال الأعمال؟ ما رجال الأعمال يتولوا ذلك مع وزارة الصحة، إذا كانت وزارة الصحة ما عندهاش القدرة على ذلك، فرجال الأعمال اللي بيطلعوا الفنانين إلى الخارج على حسابهم وعلى حساب الدولة، لا، هذه الفئات أولى من اللي معاهم فلوس، الأغنياء، الفئة الغنية. وأنا أنا معاكم على طول، وأنا من خلال البرنامج برضو بقول رقمي، وأنا طول عمري بقول الرقم بتاعي، بقول الرقم عشان أي حد عايز أي حاجة في أي موضوع، مش مهم المعاقين. أنا كنت بالمعاقين والإيجار القديم ومصاب الثورة والعشوائيات ومدرسين الحسب الأجر ومدرسين الحسب الأزهر، أنا متولية كل الملفات دي وعندي لسه، فبقول رقم يهوات 011-46-410-577 011-46-410-577. الاسم ميرفت عبيد، همها دم الشهيد، أما تاريخ الميلاد يوم ميلاد ثورة قامت على الفساد، ثورة فجرها الولاد ضد مظلمة العباد، والمؤهل في السياسة والأداب، حبها مصر العمار بعد الخراب، قلبها دم فيه عزم الشباب، حلمها الوطن الجديد، درعها إصرار عنيد، همها دم الشهيد. الاسم والتوقيع ميرفت محمد حسن عبيد من مدينة بركة السبع محافظة المنوفية. وإلى اللقاء في لقاء آخر، وقد كنا حققنا كل ما يتطلبه هذا المؤتمر وكل طلبات المعاقين وانضمام الأقزام إلى قائمة المعاقين، ولكم جزيل الشكر ووافر الاحترام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.